راح نصعد الحين 48 طابق 150 متر فوق. هذا الصوب دبي القديمة، هذه دبي الجديدة، الحين دبي المستقبل، كذي راح يكون المستقبل في دبي. سلام، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم مذهبين خطه جهنميه حق منو عدنان؟ حق حنان. حق حنان. طبعا هني في دبي في مقهى، قالولنا مقهى القطط، كله في يعني قطاوه. بس قبل لا اكمل السالفه لا تنسوا تعطونا لايك وشير وسبسكرايب، تكتبون كومنت تحت عشان اكمل السالفه. ياي، شفت تقول لكم؟ يلا اعطونا لايك وشير وسبسكرايب. المهم فانتوا تعرفون ان حنان فيها شوي فوبيا من القطط، نقول لهم بنروح مطعم وما راح يدرون شنو المطعم لمن يدخلون، بس ان شاء الله حنان ما تكون مستوعبه. بس احنا ما ندري عن هالمكان، اول مره بنروح له وقالوا لنا عنه، فيمكن نروح ما في قطاوه، يمكن في قطاوه، ان شاء الله يكون فيه. يلا احنا اللي علينا بنسوي، خططنا وبنروح ونشوف هناك رده فعلهم. طبعا حق روان راح تكون مفاجاه، راح تستانس. بوبو مستانس، عادل وحنان لا مو وايد مستانسين. اوكي، لان عادل يحب الكلاب. اي عادل يحب الكلاب، فتابعوا الفلوق وتشوفوا اليوم ايش راح نسوي ونقضي وين نروح في دبي. يلا تعالوا. الحين انا بسوي لعبه حلوه. ايه اسمها لعبه اللي تقولون الصج. ايه وتقولون الاسامي. اوكي، منو اخر واحد بكى؟ انا. بوبو. بوبو. بابا قول الصج. بوبو. قول يلا. بوبو. بوبو اخر واحد بكى. ايه بعد منو اخر واحد كلا بطاط؟ عادل. 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 انزين منو لما كلا منو اخر واحد ركب السياره؟ انا. باب. باب. بابا. اي بابا. 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 لا ماما. ماما. عادل. اي بابا. ماما. زين عادل. عادل سوي لنا الاغنيه اللي نرد عليه. لي 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 يلا وصلنا. مني بقهوة. أنا. ماما. أنا مثل قهوة. إيه أنتوا ما تشربون قهوة، أنتوا بس كيك. أنتوا بس كيك، بس أنا وماما قهوة. اوكي، وانا وجاسم وروان. لا حتى انتو بس كيك. بس كيك؟ ايه. لا انا بقهوه. ما يصير. يا بس عناد. ايه بس كذي. يلا امشوا خلينا ننزل يلا. انا شنو مشتهي؟ اي كيك؟ ما ادري، بدش نشوف. تبين بدش نشوفين؟ ايه. يلا غمضوا عينكم عشان ندش نشوف. يلا غمضوا عينكم. غمضوا عينكم. تعالوا وياي. يلا غمضوا عينكم. تعالي غمض عينك. يلا روان قبضي عينك. يلا تعالوا غمضوا عينكم. والله ترى في قطوة. والله ما ادش. والله ما ادش في قطوة. والله ما ادش. شلون شفتي؟ شلون شفتي؟ كاهي وينك؟ شلون شفتي؟ والله ما ادش. نبيش تتحدين يعني تتحدين مخاوفك. بس قاعدين كذي. بس كذي قاعدين. بس كذي. والله ما ادش. ترى روان لا تدشك. ها والله ما ادش. ها عجبك المقلب؟ ما عجبني. ها ما عجبني. ما عجبك؟ والله للاسف ما قدرنا، لان هذه القطوه برا حاطين لنا شافتها. هذه خربت علينا. ايه انت خربتي علينا. زين شوفي داخل نايمين القطاوه. ايه هذا اسمه كات كافيه هني. والله ما ادش هني. هني مسكر ما في قطاوه. قطاوه داخل. داخل. اصبر بسالها. تعالي شوفي. والله كان مسكرين باب داخل القطاوه. شوفي ما في ولا قطوة هني. الحين منو بدش؟ انا. مو انا. مو انت؟ انا. انت اهم واحدة تدشين. جاسم انت بدش؟ ايه. صدق؟ بوب انت بدش؟ ايه. هلا لازم تدشين عشان يدشون. ما راح ادش. كلش؟ كلش كلش؟ كلش عدنان انت راح تدش؟ راح ادش اكيد. يلا اوكي احجز لنا عين. جاسم اقعد يا بنتي انا وياها ما ارضى. ايه يلا اوكي اقعد طالعنا. اوكي حبيبي.
الله الله السودة حلوة يا طروان. روان على طول روان مشتاقة حق توتي. يلا تعطيكم تعطونهم أكل. مو يلحسوني. اي عادي يما. ليش؟ عادي ما أبغى. بعطي هذه الحلوة كبيرة. اي هذه ما شاء الله. ماما هذه أكلون بالعرض. الله شوف السودة حلوة. أشوف هذه وايد حلوة. تشوفي هاي السودة؟ السودة هذيك وايد حلوة النايمة. لا هذه حلوة. شوفي هذه معصبة. شوفي شوفي ما تخليني اجلسها. يلا هناك بيتهم ينامون. يقول لك لا تقطع على الأرض. ليش بقطعها على الأرض؟ شو حيصير؟ ما تصير. اي واحدة نايمة. اي قاعد يشمش. هذه بنت. اشترت. اقول لكم الكافيه هنا الشخص 30 درهم. لكم تختارون شاي او ماي او مشروبات غازية وتلعبون على كفاو ولكم ساعة بس وبعدين تمشون. صح بوبو؟ صح. يلا لعبوا كفاو لا تصرخ. يلا قوانينهم ما يصير تصرخون ما يصير تركضون ما يصير تشيلون القطاوة بس تلعبون إياهم تجيسونهم حلو يعني تغيير دلعهم من قدهم بابوي يدلعهم. الحين هذا قعدت مكاني وأنا وين قاعد مع جاسم أروح قاعد كرسي الثاني. أنت تشرب ويانا قهوة الظاهر. أنت تبي ماي؟ بابوي قاعد تلعب قاعد تلعب قاعد تلعب. يلا شوي 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 بوبو شوي شوي خليك بطيء مو طقها. هذا جيت عندنا فوق الطاولة ها عند جاسم. شنو قاعد تسوون؟ قاعد اشيل الشعر اللي مال القطاوة على ملابسهم. داخل وايد قطاوة فالشعر. شوف شوف ليه؟ ها استانستوا بمقهى القطط؟ اي لا استانستوا؟ لا ليش؟ انا ما دشيت شكو استانس ما استانسون وانا ما استانس. ليش ما دشيتي؟ حلوين القطاوة في داخل وايد قطاوة. لا مو حلوين. هم دشوا وشربوا بيبسي وماي وما شنو وشاي. ويت ويت في قطوة اسمها اوريو. باكل اوريو. بما انهم هم طلبوا شاي وبيبسي وشربوا انت شنو تبين تعويض؟ تعويض تعويض نقلد روان نفس ذيك المرة. عصير تايم أبي. تبي عصير تايم بدبي؟ في عصير تايم بدبي؟ إيه صدق؟ زي مو بس هي أنا قاعد وياها برا ما أدري شيء تونس تانس عشانها. يعني أنت بعد تبي عصير تايم؟ إيه أنا بعد أبي. يلا امشي بعصير تايم. أنت شنو تبين؟ أنا أبي عادل أسطورة. عادل أسطورة؟ إيه. يلا امشي. والحين وصلنا عصير تايم. خلوهم يستانسون مع القطاوة واحنا نستانس مع عصير تايم. يلا امشوا. يلا الشياطين والله. انت شنو تبين؟ ابي عاد اسطورة. انا ابي سوبر بوبو. يلا وانا مالك شيء. يلا بس احنا اثنين خلي يستانسون هم مع القطاوة. انت استانسوا مع القطاوة مو دشيتي شربتي شاي ما ادري قهوة ولعبتي بالقطاوة. انا اتصورها شلون؟ ها؟ مالي شيء خلاص. مالي شيء بس احنا احنا اللي نستمتع بعصير تايم. اوكي. واو انا هذا صورته بس بعرف وش هذا. ايس كريم شاي بنات. ايس كريم؟ شكله وايد حلو. ايه احنا ما طلبنا بس شكله وايد حلو. انا كذي اكل كله. انت تاكلين كله؟
اوه عجيب، ايس كريم شربت. تبين كذي حنان؟ لا ابي عادي صورة. المرة الجاية يصير شيء تعويض. هذا ايس كريم شربت ها؟ يه 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 يه. ما عندك ما عندك، بس انا عندي. يلا بروح احر عادل. ولا يلا. متأكدة بتحرين عادل؟ يا ويل ايش ترى؟ متأكدة؟ متأكدة. انتوا لعبتوا مع القطاوة وحنان تشوفوا شنو عندها. تبي؟ ايش معنى هي عندها؟ يلا سوي، احنا رحنا القطاوة. انتوا ليش رحتوا القطاوة؟ يلا خليهم شوي خليهم شوي، يلا بس شربة واحدة شربة واحدة، يلا شربة واحدة، يلا يلا خليهم، يلا ذوق، يلا بوبو ذوق. والله هذيل صاعدين واكلين نازلين واكلين، راحوا عند قطاوة وهم ذاقوا. ما ادري يعني المفروض ما اخليهم يذوقون، بس انتي طيبة. صح يلا يلا مشينا؟ يلا مشينا. يلا الحين وصلنا سيتي ووك، زين مكان وايد حلو مبطل. من ويانا؟ فروحة. انا فروحي حلوه، اخوي عبودي بلوه، ما يدري انا قلبه. واحد اثنين ثلاث يلا، واحد اثنين ثلاث يلا. انا فروحي حلوه، ما يدري انا قلبه، اخوي عبودي بلوه، واحد اثنين ثلاث يلا. يلا يلا فروحي 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 يلا عندك تيس؟
ايوه ابيك هذا انزل تحت زين كاكاو. اوه ما شاء الله كبير هذا. يلا شو تسوون او شو تحطون فلوس؟ 10 درهم. ايه حط شوي شوي بوبو بروحه تاخذ خذي حطها سيده. يلا اوبا الحين انا ادوس استقرت. يلا بطلوق الصوب النص ذوقوا اول شيء حلو ولا لا يلا ذوق بطل قص انت نص اخوك وذوقوا شوفوا حلو قص الحين حق اخوك ايوه يلا ذوقوا لان انا باكل ويا عادي بجرب اكل انت اول تقص حق روان الذوق حلو حلو حلاته بالذوق شنو يا بارد؟ اي بارد يابس آه بس حلو قاعد احسه كذي يابس بارد
حلو حلو سادة؟ ايه يلا بالعافية بعد يلا يلا وبكذي خلص البلوج ان شاء الله يكون عجبكم. لا تنسون لايك وشير وسبسكرايب تكتبون كومنت تحت حلو. طبعا سيتي ووك مكان وايد حلو انصحكم كلكم تزورونه صح؟ صح يلا شو نقول لهم؟ باي.